شكرا، الله يبارك فيك. شكرا على المنبر ديالكم، منبر 24 اللي كنحييكم عليه. بالمناسبه انه اولا دهموش ابراهيم نائب الرئيس، جينا للمقابله ديال الرك. الحمد لله المقابله دازت واحد الجوليه، هو جو مزيان، جو رياضي، ربي ما خيبناش. الدراري كانوا بغض النظر انه مسيو جينا اللي ما حضرش، ولكن الدراري قاموا بالواجب نفس الوقت. السي عمر ولا السي المرابط ولا الدراري كامل ولا السي زيدين، يعني الطاقم التقني قام بالواجب ديالو، ربي ما خيبناش. دينا ثلاثه نقاط اللي هي كتسوى ست نقاط، لان عطرنا في اكادير مع ماكنكرير، جينا للضرب اذا الحمد لله ربي ما خيبناش، دينا 3 بوان. نتمنى والله ان المقابلات الاخرين نجيروهم على المستوى، لذا انه ما غادي يزيدنا ثلاثه نقاط الى دعم باش نمشيو في هذا المسار هذا. غندخلوا تمارا ان شاء الله الرحمن الرحيم، غتكون النتيجه ايجابيه، غيكون ان بتي روبو، غندخلوا القنيطره حتى هي، عندنا جوج مقابلات غندخلوهم، نتمنى والله ان يكونوا فيه نتائج ايجابيه ان شاء الله اللي غنمشيو في هذا المسار هذا. ومره اخرى تحيه لمنبر 24، كنحييكم على الوجود ديالكم معنا، تحيه لكم. هذا المقابله كان مزيان، كان يعني اداء تحكيمي، التحكيم حتى هو ما بيهش مزيان، التحكيم الحكم كان في المستوى. ما كانش اصابات في الفريق؟ الحمد لله هذه الساعه هذا ما كانت حتى اصابات، الحمد لله الدراري كاع يعني قاموا بالواجب ديالهم. نتمنى والله انه ما يخيبهمش المقابلات الجايه ان شاء الله الرحمن، وتحيه لكم وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد هاجر، معالج طبيعي لفريق أولمبيك تشيرة. فالمقابلة الحمد لله كانوا إصابات طفيفة بالنسبة لشي لاعبين، ما كيديوش القلق، وإن شاء الله كلشي غادي يدوز بيان. شكرا شكرا. كانوا إصابات طفيفة عادي كأي ماتش كيكونوا، إن شاء الله ما كيديوش القلق، اللاعبين يكونوا المباراة المقبلة إن شاء الله ويكون خير إن شاء الله. كلشي غيابات فيهم حاليا، ما كاين حتى شي غيابات، كل شيء كاين الحمد لله. اللي كان عنده اصابات شحال هذه راه دخلوا رقعه الميدان، اليوم راه عطاو الاضافه بالنسبه للفريق، وهذا الشيء اللي كنا نتمناه. شكرا. تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.